والنيل ورد في الحديث الصحيح من الجنة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: النيل والفرات وسيحان وجيحان من الجنة. ما معنى من الجنة؟ تنزل هذه الأنهار من الجنة بطريق خفي الناس لا يرونه، فأصلها من الجنة، لكن تغير ماؤها عن مكان لما كان في الجنة. ماء الجنة صفاته مختلفة من حيث اللون، حيث الطعم، حيث الشكل، مختلف عن هذا الذي نراه، لكن فيه بركة لأنه من الجنة. فماء النيل فيه بركة، وماء الفرات فيه بركة، وماء سيحان وجيحان هذا في تركيا، والناس يعرفونه هناك.